بلى، من أوفى بعهده وتقى. هنا تقى ما بدأ، تقى ما صلى كثير، تقى نكس العهد، أن ينكس العهد أو يترك العهد. بلى من أوفى بعهده واتقى نكس العهد فإن الله يحب المتقين. فإذا عاهدت على الذكر أن تقوم أن تكون قائما بالذكر من غير تقصير ولا انشغال ولا التفات. لذلك لما عينا الذكر بعد الفجر، ما في عندك شغل بعد الفجر، بدك تنام إلا ما في نوم، لنذكر الله، نذكر الله بعدين بتنام. هذا الوقت ما في شغل، لا تشغل نفسك عن ذكر الله بشيء. وفي العهد يوفي الله لك بعهد. قد قال سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه: يا رب يا ربي وددت أني أعلم من تحب من عباد، متمني أنه أعرف مين اللي بتحبه. سيدنا موسى كليم الله: يا ربي وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه، حبهم على محبتك، يا ليت أعرف اللي أنت بتحبه حتى حبه على محبتك. يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه. قال: يا موسى إذا رأيت عبدي يكثر ذكري، إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك. يعني إجاك الإذن من الله، هو طالبك تقعد معه، هو رايدك تجلس جلسة معه، أنا جليس من زكرني، أعطاك الإذن فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه. الله أكبر، الله أكبر. إيه أنت بتقعد مع واحد ما بتحبه؟ فإذا كان أحبك أذن لك بالذكر، وإذا أذن لك بالذكر فيا هنيئا إلى هذا الإذن، الله أذن أن يجالس، فأنو عزي وأنو كرامي وأنو مجد هذا المجد. قال: وإذا رأيت عبدي لا يذكرني. والله اليوم انشغلت ما ذكرت الله، اليوم إجا نظيف، اليوم أبي شغلني، اليوم أمي بدياني، كل يوم انشغل بشغلي. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك. فكر حالك أنت مشغول، حقيقة محجوب يا مسكين، فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه. نسأل الله العفو والعافية. بغض وأنا أبغضه، نعم. فبتظن حالك أنت مالك فاضي تذكر أو مشغول، الحقيقة الله حجبك ما بده إياك.